لو قال قائل قول عمر لحفصة لولا أنا كما عند مسلم لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمر علم أنه سبب حقيقي قطعي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبب، ولذلك نسب الأمر إليه. ما الدليل؟ أنه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في مشربة له مستقل عن الناس، والناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، فيقول استأذنت الخادم أن يأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال استأذني يا رباح، قال فلم يرد علي. قال فرفعت صوتي فقلت استأذن لي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظن أني أتيت من أجل حفصة، والله ما جئت من أجلها، ولو أمرني أن أضرب عنقها لضربت عنقها. فأذن له فقال يا رسول الله إن الناس يقولون إنك طلقت نساءك، أطلقتهن؟ قال لا. قال أخبر الناس؟ قال إن شئت. هنا علم رضي الله عنه بدلالة الحال والمقال أنه سبب. قول بعض الصحابة لولا آية من كتاب الله ما حدثته، نفس الحكم السابق، لأن الآية سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع. قول عمر إن صح لولا البيع والشراء لأصبحتم عالة على الناس، سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع، لأنه بالبيع والشراء يحصل الغنى والاستعفاف. لو استأثر كل إنسان بما لديه لهلك الناس، والنصوص تدل على ذلك.